بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم هو الدوال في جزئه الثاني للصف الثالث متوسط. في درسنا السابق الدوال في جزئه الأول تعرفنا على الدالة وتعرفنا هل العلاقة تمثل دالة أم لا. ماذا تتوقع عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن تتعلمون في هذا اليوم؟ سنتعلم هذا اليوم هل المعادلة تمثل دالة أم لا، وسنتعلم كذلك كتابة الدالة باستعمال رمز الدالة، وسنتعلم أخيرا إيجاد قيمة الدالة. مثال: هل تمثل المعادلة سالب 3 س زائد ص تساوي 8 دالة أم لا؟ الحل: لدينا المعادلة سالب 3 س زائد ص تساوي 8. نحاول أن نكتب المعادلة بصورة ص تساوي، وذلك بنقل سالب 3 س للطرف الأيسر. سالب 3 س إشارة سالب، إذا نقلناها للطرف الأيسر تحول إشارة إلى موجب، سنحصل على ص تساوي 3 س زائدا 8. الآن نكون جدول لكي نمثل المعادلة بيانيا. في الجدول قيم السين لا نعلمها، ولنختار أي قيمة للسين، ولنبتدي بسالب 1، ونعوض بدلا عن السين بسالب 1، ص تساوي 3 السين زائدا 8، بالتعويض عن السين بسالب 1، 3 ضرب سالب 1 بسالب 3 زائدا 8، سالب 3 زائدا 8 بـ5، إذا قيمة الصاد ستكون 5، ونختار قيمة أخرى للسين ولتكن 0. ونعوض في المعادلة بدلا عن السين بصفر. ص تساوي 3 ضرب 0 بصفر زائدا 8، 0 زائدا 8 بـ8، إذا ص تساوي 8. نختار قيمة أخرى للسين ولتكون 1، ونعوض بدلا عن السين بقيمتها 1، 3 ضرب 1 بـ3، 3 زائدا 8 بـ11، إذا ص تساوي 11. نختار قيمة أخيرة للسين ولتكون 2، ونعوض المعادلة ص تساوي 3 س زائدا 8، بدلا عن السين قيمتها 2، 3 ضرب 2 بـ6، 6 زائدا 8 بـ14، إذا ص تساوي 14. الآن بعد أن كوننا الجدول، الآن نرسم مستوى إحداثي ونحدد النقاط من الجدول. الزوج المرتب الأول سيكون سالب 1.5، في السينات سالب 1 وفي الصادات 5. الزوج المرتب الثاني 0.8، في السينات 0 وفي الصادات 8. الزوج المرتب الثالث في السينات 1 وفي الصادات 11، إذن على محور السينات 1 وعلى محور الصادات 11. الزوج المرتب الأخير من الجدول في السينات 2 وفي الصادات 14، إذن في السينات 2 وفي الصادات 14. حددنا نقاط الجدول على المستوى الإحداثي. الآن هل بإمكاننا رسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط؟ نعم، بإمكاننا رسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط. بعد أن رسمنا خط مستقيم يمر بهذه النقاط، نضع الخط الرأسي لنلاحظ كم يقطع التمثيل في نقطة. نلاحظ أن الخط الرأسي يقطع التمثيل في نقطة واحدة. إذا بما أن الخط الرأسي يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة، فإنه في هذه الحالة المعادلة تمثل دالة. تقويم: هل تمثل المعادلة 4 س تساوي ص زائد 8 دالة؟ الحل: المعادلة لدينا 4 س تساوي ص زائد 8، نكتبها على صورة ص تساوي، بنقل الثمانية للطرف الأيمن،
الإثارة موجب ستتحول إلى سالب، سنحصل على أن ص تساوي 4 س ناقص 8. الآن نكون جدول ثم نمثل المعادلة. بتكوين الجدول قيم السين لا نعلمها ولنختار قيم للسين، وأن تكون واحد بالتعويض عن السين بواحد. لدينا المعادلة ص تساوي 4 س ناقص 8، بدلا عن السين نعوض قيمتها بواحد. إذن 4 ضرب 1 بأربعة، 4 ناقص 8 بسالب 4، إذن قيمة الص تساوي سالب 4. نختار قيمة أخرى للسين ولتكون 2، ونعوض في المعادلة الص تساوي 4 س ناقص 8، بدلا عن السين قيمتها 2، إذن ص تساوي 4 ضرب 2 بثمانية، 8 ناقص 8 بصفر، إذن قيمة الص تساوي الصفر. نختار القيمة الثالثة للسين ولتكون 3، ونعوض في المعادلة الص تساوي 4 س ناقص 8، بدلا عن السين قيمتها 3، إذن 4 ضرب 3 ب 12، 12 ناقص 8 ب 4، إذن قيمة الص تساوي 4. أخيرا نعوض عن السين بالعدد 4، ونعوض في المعادلة الص تساوي 4 س ناقص 8، بدلا عن السين قيمتها 4، 4 ضرب 4 ب 16، 16 ناقص 8 ب 8، إذن قيمة الص تساوي 8. الآن بعد أن كوننا الجدول ووجدنا قيم للسين ومنها استنتجنا قيم الص، نرسم مستوى إحداثي لتمثيل المعادلة. لدينا الزوج المرتب الأول 1.-4 في السينات 1 وفي الصادات سالب 4. الزوج المرتب الثاني 2.0 في السينات 2 وفي الصادات 0. إذن على محور السينات عند الاثنان وعلى محور الصادات عند الصفر، إذن سيكون هنا موقع النقطة. الزوج المرتب الثالث 3.4 في السينات 3 وفي الصادات 4. إذن على محور السينات عند الثلاثة ومحور الصادات عند الأربعة، إذن سيكون هنا موقع النقطة الثالثة. النقطة الأخيرة 4.7 على محور السينات عند الأربعة وعلى محور الصادات عند الثمان، إذن سيكون هنا موقع النقطة الأخيرة. بعد أن مثلنا نقاط للمعادلة، نرسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط، وهذا هو التمثيل البياني للمعادلة 4 س تساوي ص زائد 8. لاختبار هل تمثل دالة أم لا، نرسم خط رأسي يقطع هذا التمثيل، ونلاحظ الخط الرأسي يقطع التمثيل في كم نقطة؟ نلاحظ أنه يقطعه في نقطة واحدة، وبما أن الخط الرأسي يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة، فإنه في هذه الحالة المعادلة تمثل دالة. مثال: هل تمثل المعادلة 4 س تساوي 8 دالة؟ الحل: المعادلة 4 س تساوي 8، الس مضروبة في الأربعة عكس الضرب هو القسمة، إذا بقسمة الطرفين على 4 سنحصل على أن الس تساوي 2. نرسم مستوى إحداثي، وبما أن الس تساوي 2 معادلة مستقيم يوازي محور الصادات، نرسم هذا المستقيم الذي يوازي محور الصادات يقطع محور السينات في النقطة 2. الآن نحدد مجموعة من النقاط على هذا المستقيم، ولنختار النقطة الأولى 2.-1 في السينات عند 2 أو في الصادات عند سالب 1. النقطة الثانية في السينات عند 2 أو في الصادات عند 2، 2.2. النقطة الثالثة في السينات عند 2 أو في الصادات عند 5. إذن لدينا أزواج مرتبة 2.-1 و 2.2 و 2.5. هذه الأزواج المرتبة تمثل نقاط تقع على المستقيم الذي معادلته س تساوي 2. لو لاحظنا الأزواج المرتبة 2 يرتبط مع سالب 1، والاثنان يرتبط مع الاثنان، والاثنان يرتبط مع الخمسة. إذن العنصر 2 في المجال ارتبط بأكثر من عنصر في المدى. في هذه الحالة المعادلة لا تمثل دالة. تقويم: هل تمثل المعادلة 5 س تساوي سالب 5 دالة؟ الحل:
المعادلة هي 5 سين تساوي سالب 5، السين مضروبة في الخمسة عكس الضرب هو القسمة، بقسمة الطرفين على 5. عند القسمة على 5 الخمسة تذهب على 5 ويتبقى السين في الطرف الأيمن، في الطرف الأيسر سالب 5 مقسومة على 5 بسالب 1، إذن سنحصل على أن السين تساوي سالب 1. نرسم مستوى إحداثي. بما أن السين تساوي سالب 1، إذن سين تساوي سالب 1 هي معادلة مستقيم يوازي محور الصادات، يقطع محور السينات في سالب 1. نختار مجموعة من النقاط على هذا المستقيم، ونختار النقطة الأولى لإحداث السين سالب 1 والصادي 1، يعني سالب 1.1. النقطة الثانية لإحداث السين سالب 1 والصادي 3، إذن سالب 1.3. النقطة الثالثة لإحداث السين سالب 1 والإحداث الصادي عند 5، إذن سالب 1.1، سالب 1.3، سالب 1.5، جميعها أزواج مرتبة تقع على المستقيم الذي معادلته سين تساوي سالب 1. لو لاحظنا في الأزواج المرتبة، سالب 1 يرتبط مع 1، وسالب 1 يرتبط مع 3، والسالب 1 يرتبط مع 5، إذن العنصر سالب 1 في المجال ارتبط بأكثر من عنصر في المدى. في هذه الحالة المعادلة لا تمثل دالة. اكتب الدالة ص تساوي 2 س ناقص 6 باستعمال رمز الدالة، ثم أوجد دال 7. الحل: لدينا المعادلة ص تساوي 2 س ناقص 6. لو أردنا كتابتها برمز الدالة فالتعويض عن الصاد بدال س، إذن كتبنا المعادلة باستعمال رمز الدالة. في الجزء الثاني من المثال طلب أوجد دال 7، إذن بالتعويض عن السين بسبعة، دال 7 تساوي 2 مضربة في 7 ناقصا 6، 2 ضرب 7 ب 14، 14 ناقصا 6، إذن دال 7 تساوي 14 ناقصا 6، 14 طرحنا منها 6 المتبقي 8، إذن دال 7 تساوي 8. تقويم: اكتب الدالة ص تساوي 5 س زائدا 3 باستعمال رمز الدالة، ثم أوجد دال 3. الحل: المعادلة هي ص تساوي 5 س زائدا 3. لو أردنا أن نكتبها باستعمال رمز الدالة فإننا نعوض عن الصاد بدال س، إذن هذه هي المعادلة باستعمال رمز الدالة دال س. طلب في المثال أوجد دال 3، بمعنى بالتعويض عن س بالعدد 3. لدينا المعادلة 5 س زائدا 3، نعوض عن الس بثلاثة، إذا 5 مضروبة في الثلاثة زائدا الثلاثة، 5 ضرب 3 ب 15، إذا دال 3 تساوي 15 زائدا 3، 15 زائدا 3 ب 18، إذا دال 3 تساوي 18، إذا كتبنا الدالة باستعمال رمز الدالة وأوجدنا دال 3 وتساوي 18. مثال: إذا كان ها تا تساوي سالب 16 تا تربيع زائدا 68 تا زائدا 2، فأوجد قيمة ها 2. المقصود في المثال التعويض عن التا بالعدد 2. الحل: ها 2 ستساوي سالب 16 تا تربيع، نعوض عن التا بالعدد 2، إذا 2 تربيع زائدا 68 مضروبة في الاثنان زائدا 2، سالب 16 مضروبة في 2 تربيع، الاثنان تربيع المقصود به ضرب 2 في 2 مرتين، زائدا 68 ضرب 2، 68 ضرب 2 ب 136 زائدا 2، إذن سيكون لدينا ها 2 تساوي سالب 16 ضرب 4، سالب ضرب موجب بسالب، 16 ضرب 4 ب 64، إذن ها 2 تساوي سالب 64 زائدا 136 زائدا 2، سالب 64 زائدا 136 زائدا 2 تساوي 74، إذن ها 2 تساوي 74، إذن أوجدنا المطلوب وهو قيمة ها 2. تقويم: إذا كانت دال تا تساوي 2 تا أس 3 فأوجد قيمة دال 4. الحل: المطلوب التعويض عن التا بقيمتها 4، إذن دال 4 تساوي 2 مضروبة في 4 أس 3، 4 أس 3 المقصود بها 4 مضروبة في نفسها 3 مرات، بمعنى 4 ضرب 4 ضرب 4،
4 × 4 = 16 × 4 = 64 إذن 4 + 3 = 64 إذن دال 4 = 2 / 64 2 / 64 = 128 إذن دال 4 = 128 تعلمنا اليوم الدالة هل تمثل المعادلة الدالة أم لا؟ وتعرفنا على كتابة الدالة باستعمال رمز الدالة، وتعرفنا على إيجاد قيمة الدالة. في الختام أعزائي الطلاب والطالبات، أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم وأثرينا العملية التعليمية لديكم، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.